التاسعة ليلا بتوقيت طرابلس، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من ليبيا الأحرار. والبداية بأبرز العناوين. البرلمان التركي يوافق بالأغلبية في جلسة طارئة على تفويض الجيش بإرسال قوات لليبيا عملا بمذكرة التفاهم المشتركة بين البلدين. عملية بركان الغضب تعلن سيطرتها على مدرسة الفروسية ومقر رئاسة الأركان وتقدمها باتجاه منطقة الجعافرة جنوب شرق غريان. وخارجية الوفاق تقول ردا على مواقف الجامعة العربية إن دعم دولتي مصر والإمارات لميليشيات حفتر يعد أكبر خرق لميثاق الجامعة. أهلا بكم مشاهدينا وإلى التفاصيل. وافق البرلمان التركي اليوم الخميس على مذكرة قدمها الرئيس التركي للحصول على تفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق. وجاءت الموافقة بأغلبية 325 صوتا من أصل 509 نواب حاضرين في الجلسة الطارئة للجمعية العامة للبرلمان التركي والتي دعا لها رئيس البرلمان مصطفى شنطوب. يذكر أن دعم تركيا لليبيا عسكريا جاء بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني في إطار مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الجانبين في نوفمبر الماضي. في جلسة طارئة الخميس صوتت الجمعية العامة للبرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا بعد مناقشة مذكرة تفويض بالخصوص قدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس البرلمان مصطفى شنطوب قبل أيام. وجاء في مذكرة التفويض أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب ثورة فبراير لبناء مؤسسات مدنية ديمقراطية قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المستمرة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزأة في البلاد حسب نص المذكرة. ومن الاعتبارات التي تدفع تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا وتقديم الدعم اللازم لحكومة الوفاق الوطني. المذكرة كانت أكدت أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها سيكون في عهدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفقا للمبادئ التي حددها بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات. ومع تصويت الجمعية العامة للبرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا ستكون مدة التفويض عاما واحدا قابلا للتمديد وفقا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية. البرلمان التركي كان قد صدق على مذكرتي تفاهم وقعتا مع حكومة الوفاق الوطني في نوفمبر الماضي وشملتا ترسيم مناطق النفوذ البحري وضمان استخدام الموارد في المياه الإقليمية للبلدين والتعاون الأمني والعسكري. وتعليقا على مسألة إرسال الجنود الأتراك إلى ليبيا قال الرئيس التركي إن بلاده بصدد اتخاذ خطوة جديدة في ليبيا وشرق المتوسط. وأكد وزير الدفاع من جهته أن القوات المسلحة التركية مستعدة لتولي كافة المهام في هذا الإطار. في سياق متصل بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال له مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع في ليبيا ضمن العلاقات الثنائية بين البلدين. وقالت وكالة أنباء الأناضول الخميس قالت أن أردوغان وترامب شددا على أهمية الدبلوماسية في حل المسائل الإقليمية واتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين من أجل الربح المشترك.
قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إن الوزير محمد سيالا بحث مع نظيره وزير الخارجية التركي مولود جويش أغلو التطورات والأوضاع في ليبيا. وأوضحت الخارجية في منشور على صفحتها بفيسبوك الخميس، أوضحت أن الاتصال الهاتفي تناول أيضا التعاون الليبي التركي في كافة المجالات وسبل دعم هذا التعاون. وفي سياق متصل قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا إن التفاهم مع تركيا جرى بطرق قانونية وبشكل معلن دون مواربة، بخلاف من يجلبون المرتزقة من جميع الملل بتسهيلات من بعض الدول الداعمة للعدوان. وقال باشاغا في بيان له الخميس إن حكومة الوفاق لها كامل الحق في الدفاع عن شرعيتها وحماية المدنيين من العدوان الغاشم، لافتا إلى أن المسؤول على قرار الهجوم على العاصمة لم يعد لديه إلا أحد خيارين، إما الاستسلام أو الانتحار على حد قوله. وبالتزامن مع إعلان البرلمان التركي موافقته على إرسال عسكريين إلى ليبيا، تبرز في العلن الفروق بين الدعم التركي في ليبيا وبقية الدول المتدخلة في الأزمة. ففي الوقت الذي يثور فيه إعلام حفتر بشأن الدور التركي، رغم أنه اتفاق واضح المعالم، يلتزمون الصمت فيما يتعلق بمرتزقة فاغنر الروس وطيران مصر والإمارات وذخائر فرنسا في ازدواجية لا يمكن فهمها. من ينتهك السيادة الليبية؟ تركيا أم داعم حفتر؟ سؤال أعيد طرحه بعد تفاهمات أنقرة وطرابلس. فهل يمثل الدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق انتهاكا للسيادة واحتلالا جديدا كما يزعم البعض، رغم أنه اتفاق محدد في زمنه وواضح في آلياته؟ فبالمقارنة مع بقية التدخلات الأخرى في ليبيا وأشكالها، فإن توقيع اتفاقية طرابلس وأنقرة سارت في شكلها التدريجي والعلني، بل والتصويت عليها أمام البرلمان التركي. مذكرة تفويض إرسال قوة تركية إلى ليبيا تنص على دعم الحكومة الشرعية في تشكيل جيش وطني منضبط يتمتع بقدرة عالية لمكافحة التهديدات التي تواجه ليبيا وصد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات غير شرعية، مع تقدير زمن إرسال القوات التركية ومكان انتشارها ومدة تفويضها التي جرى تحديدها بعام قابل للتمديد. وعلاوة على ذلك، تقول حكومة الوفاق إن طلب الدعم العسكري لم يوجه إلى تركيا فحسب، بل وجه لأربعة دول صديقة أخرى وهي إيطاليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والجزائر، أي أنها لم تخص بها دولة دون غيرها. على الطرف المقابل، لا يعرف الليبيون متى يغادر أرضهم مرتزقة الفاغنر الروس أو تغيب عن سمائهم طائرات مصر والإمارات التي تقصف العاصمة ليلا ونهارا، ولا يعرف أحد حيثية الاتفاق مع العسكريين الفرنسيين الذين قتل بعضهم في سماء شرق ليبيا عام 2016. وكل هذه التدخلات غير الشرعية من طرف داعمي حفتر وثقتها شهادات خبراء الأمم المتحدة، بينما ينصب حديث هذه الدول في العلن حول دعم الحل السياسي ومرجعية الاتفاق السياسي من باب ذر الرماد في العيون. وأمام هذه المعطيات المتسارعة على الأرض، يرى محللون بأن الدعم العسكري الذي ستتلقاه طرابلس من تركيا يأتي لخلق توازن أمام النفوذ الروسي المتصاعد في المنطقة برضا أمريكي، وذلك من شأنه أن يدفع الأطراف الليبية إلى الاقتناع بأنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية. وينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية سنوس بسكري. ما الذي تعنيه هذه الاتفاقية بالنسبة لليبيا؟ يعني بلا شك تعني أنها الآن في وضع ربما يمكنها من الصمود أكبر أمام العدوان وتحدي الدخول الروسي على طرف الصراع من خلال الزج بالمئات من المرتزقة فاغنر، وربما أكثر من ذلك إن تيسرت الأمور، ربما أكثر من ذلك إن لم يتم التصعيد من قبل الطرف الآخر وهو احتمال قائم، فيمكن أن تتمكن حكومة الوفاق بهذا الدعم من صد العدوان وكسره وإرجاعه من حيث أتى. هذا يعتمد على التوازنات الدولية وعلى اتجاه المواقف الدولية. طيب، كيف يمكن أن تؤثر هذه الاتفاقية على الوضع السياسي والعسكري لقوات الوفاق؟
أنا أعتقد إنه الأتراك ربما يعني باستجابتهم لطلب حكومة الوفاق ربما يرمون إلى هدف سياسي أكثر من هدف عسكري، بمعنى أن هذا التصعيد والموافقة اليوم على إنزال جنود أتراك على الأراضي الليبية وربما حتى تقديم دعم عسكري متقدم ومهم، ربما يريدون الرمي بالحجر في الماء الراكد، بمعنى أن الأطراف الدولية لم تستطع أن تحسم النزاع وأن توقف العدوان، وتدخل تركيا بهذا الشكل وتصعد بهذه الحدة وهذه القوة، ربما ستدفع الأطراف الدولية إلى التعجيل بالحل السياسي والضغط على حفتر لوقف عدوانه وإرجاع قواته. رأينا أن مجرد الإعلان خلال الأسابيع القليلة الماضية ثم توقيع الاتفاقية حرك الماء الراكد فعلا، والأطراف الأوروبية جاءت إلى طرابلس تجري، والطليان يطالبون حكومة الوفاق بأن توقف الاتفاقية على أن يتعهدوا بشكل أو آخر للضغط على حفتر، وفكرة النو فلاي زون اللي هي منع الطيران وكذا، كلها ارتدادات للضغوط التركية. فربما يكون الهدف التركي الأول هو تحريك الماء الراكد والدفع باتجاه. طيب سيد بسكر، يعني بالحديث عن الأطراف الأخرى الداعمة لحفتر، بالحديث عن الأطراف الأخرى الداعمة لحفتر، كيف تتوقع رد فعل المحور المضاد لتركيا في المنطقة، لا سيما مصر التي عبرت عن رفضها بشكل عاجل اليوم؟ طبعا ومصر ليس لديها خيار إلا أن تفعل. القصة بالنسبة لمصر كبيرة جدا، لأنه في حال يعني نزلت قوات وصار دعم حقيقي لحكومة الوفاق، فهذا يعني إجبار لحفتر على التراجع وكسر خطة ومشروعة، ومصر خاسرة لأنها راهنت بجد درجة كبيرة على 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 حفتر في حرب على طرابلس تحديدا، وتحدثت عن أنه الوفاق مش موجود وهذه حكومة ليست شرعية، وحاولت حتى تجميع الأطراف العربية. رأينا اجتماع جامعة مندوبي جامعة الدول العربية اليومين الماضيين، فراهنت بقوة على الحملة العسكرية على طرابلس، وحاولت سحب البساط من تحت أقدام حكومة الوفاق. فإن نجحت حكومة الوفاق في كسر الهجوم ورد العدوان بمساعدة تركيا، هذه خسارة سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة لمصر، ولذلك من المتوقع أنها تحاول التصعيد. هل تستطيع مصر أن تنجح؟ يبدو أن خياراتها محدودة إلى الآن، لأنه راهنت على محاولة الضغط من خلال الأمريكان واتصال السيسي بترامب، ويبدو أنه لا نتائج. ثم قصة زي كما قلنا سحب البساط من تحت حكومة الوفاق عبر المناورات إقليمية ودولية وجامعة الدول العربية لم تنجح، وفي ردة فعل من عدد من العواصم العربية رافضة للضغوط المصرية. فما هي الخطوة القادمة؟ هل سيتهور السيسي ويحاول أنه يضاعف من دعمه لحفتر؟ هناك مؤشرات على ذلك محدودة. هل سيصاعد بدرجة كبيرة؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة. طيب في إطار الوجود الروسي في طرابلس مع حفتر تحديدا، هل تتوقع ملامح تفاهم في ليبيا على غرار ما جرى في سوريا؟ يعني أنا أعتقد بأنه يعني فكرة التعجيل بالاتفاق السياسي أو الجلوس على طاولة التفاوض السياسي ربما يكون أهم هدف للتصعيد التركي، وربما يجد أصداء. أنا دائما أقول بأن روسيا قد لا تراهن على حفتر على حساب صدام مع تركيا مهمة إقليميا جدا لروسيا. يعني أنا أعتقد بأن بوتين حريص على أن يسحب أنقرة لصالح معسكرة ضد الأوروبيين والأمريكان، يريد الأطراف الإقليمية الفاعلة اللي على رأسها إيران وتركيا أن تكون بجانبه في صدامة وخلافة الممتد مع الأوروبيين والأمريكان. فعندما وصلت الفكرة وصلت الفكرة معنا. نكتفي معك بهذا القدر، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية السنوسي بثكري، شكرا جزيلا لك. نعم مشاهدينا، ونبقى في ذات الملف، إذ ينضم إلينا عبر خدمة سكايب الباحث بمركز هيت للدراسات الاستراتيجية إمرا الكيكلي. أهلا بك سيد إمرا عبر هذه النافذة الإخبارية. في ضوء إقرار البرلمان لتفويض الرئاسة، كيف تقرأ الدور التركي في ليبيا مستقبلا؟ طبعا دولة تركيا اتخذت موقف على جانب حكومة شرعية وهي حكومة الوفاق،
وتركيا تريد أن تكون على جانب الدولة الليبية لإعادة البناء مؤسسات الأمنية، إعادة البناء مؤسسات الإدارية، إعادة البناء إدارات المحلية. طبعا قبل ذلك لابد أن تصد قوى، لابد قوات الوفاق أن تصد هجوم ميليشيات تابعة لحليفة حفظ. لذلك أعتقد الجيش التركي سوف تصل إلى ليبيا لسد هجوم هذه الميليشيات المسلحة التي تستهدف شرعية في طرابلس. بعدين حكومة تركيا تقف على جانب الحكومة الشرعية وهي حكومة الوفاق أن تعيد البناء كل المؤسسات، مؤسسات الدولة، إما مؤسسات الأمنية والدفاعية، إما مؤسسات الإدارية والمحلية، إما إعادة إما تنفيذ المشروعات البنية التحتية. يعني تركيا تريد أن تقف على جانب الدولة الليبية وعلى جانب دولة على جانب الشعب الليبي تماما. طيب كيف قرأت الاتصال المباشر بين الرئيس التركي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب عقب إقرار المذكرة؟ طبعا الموقف الأمريكي تجاه ليبيا متذبذب، حتى موقف الرئيس الأمريكي تجاه ليبيا متذبذب. الكل يعرف في يوم 19/4 رئيس الأمريكي اتصل إلى قائد الميليشيات الذي يستهدف طرابلس حليفة حفتر، وأكد في تغريده إن أمريكا سوف تتعامل مع هذا الشخص مدعو حليفة حفتر لمكافحة الإرهاب. ولكن بعدما دخلت قوات مرتزقة الروسية فاغنر على الخط في ليبيا، مؤسسات الأمريكية أعتقد ضغطت على باب بيت الأبيض، وترامب بدأ أن يتغير موقفه. بعدين خاصة بعد اتفاق بين دولة تركية ودولة ليبية لدفاع المشترك، وخاصة بعد اتخاذ القرار البرلمان التركي إرسال القوات التركية إلى ليبيا، بيت الأبيض اضطرت أن تتعاون مع دولة تركيا. نعم. فإنني أعتقد أمريكا سوف تتعامل مع تركيا لمكافحة الإرهاب ومكافحة مجموعات وميليشيات الغير شرعية وإعادة البناء مؤسسات الدولة الليبية، تقف على جانب تركيا وتقف على جانب الشعب الليبي وعلى جانب حكومة الوفاق. طيب هل هناك مؤشرات توحي بإمكانية حدوث مواجهة مباشرة في شرق المتوسط لا سيما مع مصر؟ طبعا تركيا لا يوجد لها أي مشكلة مع دولة مصر. الدولة المصرية هي دولة مهمة في بحر المتوسط، لكن الإدارة العسكرية وخاصة هذا اتفاقيات بين تركيا وليبيا فيما يتعلق بحر المتوسط تحمي حقوق مصر. وتركيا كما قلت فقط تقف على جانب الحكومة الليبية لمواجهة مجموعات مسلحة. في النتيجة دولة مصرية أكدت أن اتفاق السياسي هي إطار الوحيد للسياسة الليبية، وحكومة الوفاق هي ممثل الشرعي لدولة ليبية، وأكدت ذلك في سقيرات، وأكدت ذلك في روما، وأكدت ذلك عدة المرات في منصات الدولية. تركيا اتفقت مع حكومة الوفاق المصر التي تعتبرها حكومة شرعية. أنني تركيا لا تريد أن تتواجه مع الدولة المصرية الشقيقة، مع الأسف طبعا حاليا تحت سيطرة تحت حكم نظام عسكري، لكن في النتيجة حتى مصر تتجنب أن تواجه مع دولة تركية. وأن أعتقد دخول التركي ليس لمواجهة مع مصر، فقط لحل السياسي. طيب. لأن تركيا منذ البداية وقفت على جانب حل السياسي، وحفتر هو آقة وهو أرقلة حل السياسي، وإنه حاليا سوف يضطر ينسحب من محاور القتال، وأطراف ليبيا سوف تجمع على الطاولة، سوف تجتمع على الطاولة وتبدأ مفاوضات. أعتقد برلين هي الآن تكون المرجعية الوحيدة لحل حالة المشاكل الليبية، بدلاً الحرب، بدلاً من حلول العسكرية.
طيب في ظل استمرار دعم روسيا لحفتر عن طريق شركة فاغنر والمرتزقة، كيف ستتعامل تركيا مع ذلك؟ طبعا نحن أنا كمحلل سياسي ذهبت إلى موسكو وجلست مع كثير من رجال الدولة وقيادات السياسية في موسكو، حتى نحن جلسنا وتفاوضنا وناقشنا مع محللين السياسيين هنا في أنقرة. الدولة الروسية دولة روسية تعتبر شركة واغنر شركة خاصة، وإنها لا تمثل سياسة الخارجية الروسية، في نفس الوقت لا تتناقض مع سياسة الخارجية الروسية. في نفس الوقت الموسكو تتأكد أن حكومة الوفاق هي الحكومة الوحيدة التي تمثل دولة ليبيا. هذا يعني شنو؟ إن روسيا تقف على جانبين، إن أحد منهما تنجح وتستمر معها، وحاليا تركيا دخلت على الخط، وقفت على جانب حكومة الوفاق، وحكومة الوفاق سوف تنجح. ولذلك في نفس الوقت أنتم تعرفون الوفد التركي وصل إلى موسكو برئاسة نائب وزير الخارجية، ويكون هناك لقاء بين الرئيس التركي ورئيس بوتين، وطبعا قوات التركية سوف تصل إلى ليبيا وتغير التوازن في ليبيا. لذلك موسكو تقف على جانب حكومة الوفاق بالتنسيق مع دولة تركيا، كما قلت إنها يعني لا تتبنى أو ولا تعتبر الواغنر هي تمثل السياسة الخارجية الروسية. طيب الرئيس التركي صرح فيما سبق لوسائل الإعلام بأنه سوف ينظر ويجري تواصل ومشاورات حول الملف الليبي مع نظيره الروسي. يعني ما ملامح هذه المشاورات برأيك يعني؟ سيد إمرأة، هل أنت في الاستماع؟ ألو. نعم. لا لم أسمع معلش. الرئيس التركي صرح فيما سبق في تصريحات صحفية بأنه سوف يجري مباحثات. ألو. أيوة نعم سيد إمرأة، هل أنت في الاستماع؟ سيد إمرأة هل تستمع إلينا؟ طيب يبدو أننا فقدنا التواصل معك، كنت معنا عبر سكايب الباحث بمركز سيتا للدراسات الاستراتيجية إمرأة الكتلي. وينضم إلينا أيضا في ذات الملف عبر الهاتف من إسطنبول المتخصص في الشأن التركي مهند حافظ، أهلا بك. عقب الحصول على تفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، أردوغان أجرى اتصال هاتفي مع ترامب، ما دلالة هذا التواصل بين أردوغان وترامب؟ إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مهند حافظ وهو المتخصص في الشأن التركي، سنحاول الاتصال به في سياق آخر في هذه النشرة. وفي سياق متصل، أثارت مصادقة البرلمان التركي حفيظة الدول الداعمة لحفتر على وقع طلب تفويض حكومة أنقرة بإرسال قواتها إلى ليبيا. وتحدد المذكرة مدة التفويض بعام واحد، وتنص على تولي رئيس البلاد تحديد زمن الإرسال، وتندرج الخطوة ضمن المذكرة الأمنية والعسكرية المبرمة بين البلدين في نوفمبر الماضي. بعد أخذ ورد تحت قبة البرلمان التركي حول المذكرة الرئاسية بالتفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق، صدق البرلمان اليوم بأغلبية قدرت بنحو 325 صوتا من أصل 509 نواب حاضرين في الجلسة الطارئة بناء على دعوة رئيسه. وإذ تبدو مواقف أنقرة أكثر ثقة ووضوحا في تفاهماتها مع طرابلس، حيث أكدت الرئاسة في بيان لها أن مذكرة التفويض خطوة هامة لضمان السلام والاستقرار في ليبيا، وأنها حماية لمصالحهم بشمال إفريقيا والبحر المتوسط، بل وسيظلون أقوياء في الميدان وفي المفاوضات. وأمام إصرار تركيا على دعم حكومة الوفاق بوصفها حكومة شرعية، والتي طلبت قبل أيام دعما عسكريا في إطار مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الجانبين في نوفمبر الماضي لمجابهة محاولات حفتر لاجتياح طرابلس، تبدو مواقف مؤيدي حفتر في الداخل وداعميه في الخارج غير راضية تماما عما ذهبت إليه الحكومة في تعاونها مع تركيا.
الجامعة العربية التي تحولت إلى دبلوماسية الثورة المضادة ومعها مصر السيسي دان المصادقة على إرسال قوات تركية إلى ليبيا قائلة إنها تؤثر سلبا على جهود التوصل لتسوية عبر عملية برلين، موقف تبرز معه التساؤلات حول طبيعة السلوك الذي ستنتهجه القاهرة ومعها الحلفاء الباقون، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات عدة في ظل تحذير تركي سابق بأن المذكرة هي رسالة ردع لرعاة حفتر وهي فرصة للسلام وليست فرصة للحرب، ما يعني أننا إما أمام مواجهة مباشرة بين طرابلس وأنقرة من جهة وداعمي حفتر من جهة أخرى، أو أن شيئا من الرشد السياسي قد يقع في عقولهم ليتراجعوا خطوة للوراء ليعود الجميع إلى طاولة السياسة عبر التوازنات التي فرضتها أنقرة في شرق المتوسط، وبينما تبقى روسيا بين احتمالين في ردة فعلها تجاه التطور الحاصل، إما أن يكون فرصة لموسكو بالنظر للتوافقات والتفاهمات التي قد تصل إليها مع أنقرة على غرار الحالة السورية، أو الاستمرار في حالة اصطفافها مع رعاة حفتر الإقليميين بالنظر للقرب من السعودية إلى الإمارات ومصر والعلاقات العسكرية التي تربطها بهم، لسيما وأن هناك مؤشرات عدة تشي بتفاهم تركي أمريكي لكبح جماح الدب الروسي. وينضم لنا مرة أخرى عبر الهاتف من إسطنبول المتخصص في الشأن التركي مهند حافظ، أهلا بك مرة أخرى. عقب الحصول على تفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، أردوغان أجرى اتصال هاتفي مع ترامب، ما دلالة هذا التواصل الأخير بينهما؟ أسعد الله مساءكم جميعا. يعني أظن أن الحاضر الغائب في الملف الليبي وفي الاتفاق ما بين تركيا وحكومة الوفاق رئاسة الأستاذ السراج، أظن الغائب الحاضر هي أمريكا. عادة أمريكا تتدخل في كل صغيرة وكبيرة، ولكن بهذا الاتفاق وهذا التفاهم بين الدولتين لم تحرك ساكنا إلا بعد أن أصدر البرلمان قراره بموافقة إرسال الجنود الأتراك إلى ليبيا. هذا يعني أن ترامب الآن بدأ يتدخل على مستواه الشخصي وعلى مستوى الرؤساء في اتصال أجراهم مع الرئيس أردوغان. الأنظار الآن تنتظر وتتجه نحو تركيا في انتظار مجيء الرئيس الروسي بوتين، لأن في هذا الاجتماع أظنه سوف تضع النقاط على الحروف، سيما في الملف الليبي والملف السوري في آن واحد. تركيا تعول على الدبلوماسية وعلى السياسة في حل الأزمة الموجودة، ولكن أظنها قد تضطر إذا ما طلبت منها حكومة السراج تدخل وإرسال الجنود بشكل مباشر سوف تقوم بذلك، لأن هذا الاتفاق ما وقع إلا لينفذ في حال الضرورة وهذا تقرره حكومة الوفاق. طيب سيد حافظ، يعني نتطرق إلى النقطة المهمة التي ذكرتها أنت وهي المباحثات بين أردوغان وبين روسيا، المباحثات المرتقبة، ما هي النتائج المرجوة من هذه المباحثات خصوصا في الشأن الليبي مؤخرا؟ يعني هي معادلة يحاول كل من أردوغان وبوتين أن يمسك بطرفيها. أردوغان يحاول أن يقيم ويضبط الموقف الإنساني في إدلب ومنع أو على الأقل إيقاف ولو مبدئي للقصف الروسي الهمجي على السوريين في إدلب، وبنفس الوقت بوتين يضغط على أردوغان فيما يتعلق في الملف الليبي. هناك حسابات سياسية عالية الدقة يجريها الرئيسان، أظنها سوف تفضي إلى مقاربة تأخذ كل من تركيا وروسيا ما تريده في المنطقة سيما في سوريا، في حين أن يبقى الملف الليبي تحت سيطرة الشرعية ضمن الاتفاق الذي أجرته الحكومتان. طيب موقف الحكومة التركية باتجاه الملف الليبي أصبح الآن أكثر قوة من السابق، فهل سنشهد تحرك سريع ربما الآن تنفيذا لهذا الدعم المعلن والواضح والصريح دفاعا عن الشرعية الليبية؟ في تقديري الشخصي لن يحدث هذا الآن سريعا إلا بعد أن يأتي الرئيس بوتين إلى تركيا ويجري لقاءه مع الرئيس أردوغان. إذا لم تتوصل الرئاستان إلى نتيجة عملية على أرض الواقع، آنذاك قد
ترى حكومة الوفاق أن الدعم العاجل والسريع لليبيا من قبل تركيا قد حان وقته؟ هذا كله قيد الانتظار، علينا أن ننتظر مجيء رئيس بوتين، وبعده سوف تتحرك تركيا باتجاه ليبيا في حال طلبت حكومة الوفاق ذلك. طيب، يعني بعد موقف تركيا اليوم بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، ما هي الخيارات المطروحة أمام حفتر والدول الداعمة له؟ هل يعني هو العودة ربما لطاولة الحوار؟ يعني أنا أظن حفتر الآن ومن يسنده يختبئون خلف الأصبع، يعني هم لن يستطيعوا أن يقوموا بأكثر من بعض المناوشات وبعض عمليات القرصنة وشغل العصابات الذي قد يجرونه في مناطق بمحيط العاصمة، ولكن في نهاية المطاف ليس لهم قبل ولا قوة لتواجه تركيا وحكومة الوفاق. الأمر أصبح صريحا وواضحا، إما التفاوض وإما الرضوخ إلى الشرعية المعترف بها من الأمم المتحدة، وإما أن يكون القتال وعليه الخسارة التامة لحفتر ومرتزقته. الأيام القادمة سوف تكون مليئة بالأحداث السياسية، علها تجنب ليبيا المزيد من العمليات العسكرية. كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول المتخصص في الشأن التركي مهند حافظ، شكرا جزيلا لك. إلى ملف آخر، حيث أعلن المركز العالمي لعملية بركان الغضب سيطرة قواتهم على مدرسة الفروسية ومقر رئاسة الأركان العامة بعد طرد مسلحي حفتر. وأضاف المركز في تصريح صحفي الخميس أن قواتهم تقدمت نحو محيط منطقة جعافرة في العربان وقبضت على 3 من مسلحي حفتر وفق قولهم. منذ أيام وقوات حكومة الوفاق تحرز تقدمات وتصد محاولات تسلل لمسلح حفتر في أغلب محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس. آخر محاولات التسلل كانت صباح الخميس في محور صلاح الدين، إذ تصدت لهم قوات عملية بركان الغضب وأجبرتهم على التراجع بعد تدمير دبابة وناقلة جنود بمن فيها من مسلح حفتر، وفق ما صرح به الناطق باسم الجيش محمد جنونو لليبيا الأحرار. وفي طريق المطار أحكمت قوات الوفاق سيطرتها على مدرسة الفروسية ومقر رئاسة الأركان العامة بعد طرد مسلح حفتر، بحسب المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التي أعلنت أيضا تقدم قوتها نحو محيط منطقة الجعافرة في العربان وقبضت على 3 من مسلح حفتر. محور اليرموك هو الآخر شهد محاولة تسلل من مسلح حفتر إلى مواقع متقدمة قبل أن يتم صدهم وإجبارهم على التراجع، فيما تعاملت قوات بركان الغضب في محور الخلاطات مع مسلح حفتر بالمدفعية الثقيلة واستهدفت تمركزاتهم بدقة. ومع هذه التطورات الميدانية لصالح قوات الوفاق، يلجأ مسلح حفتر بين الفينة والأخرى لتعويض خسائرهم المتتالية للقصف العشوائي على الأحياء السكنية، إذ سقطت قذيفة عشوائية على منزل بمنطقة الفرناج أصيبت على إثرها امرأة، إلى جانب خسائر مادية بحسب الناطق باسم وزارة الصحة فوزي نيس. صد محاولات مسلح حفتر التقدم والتسلل وإحراز تقدمات جديدة والحفاظ على تمركزاتهم في محاور القتال المختلفة يراه متابعون في الشأن العسكري خطوة جيدة لقوات حكومة الوفاق في ظل عدم تحقيقهم أي نتيجة تذكر منذ نحو 9 أشهر على شن عدوانهم على العاصمة، وبالتزامن أيضا مع موافقة برلمان تركيا بالأغلبية على المذكرة الرئاسية بتفويض الحكومة إرسال قوات إلى ليبيا. وللحديث أكثر بشأن آخر التطورات الميدانية في محاور القتال ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس القائد الميداني عبد الله سباقة. بداية، أطلعنا على آخر التطورات بميادين القتال. أنتم مش قاعدينه؟ سيد سباقة أنت على الهواء. سيد عبد الله سباقة أنت معنا على الهواء في نشرة 9. السلام عليكم.
نعم. أهلا وسهلا بك. بداية أطلعنا على آخر التطورات بميادين القتال اليوم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نترحم على أرواح شهدائنا الذين قضوا دفاعا عن الأرض والعرض، ونسأل الله السلامة والعودة السالمة لجرحانا الأشاوس. نعم. الوضع اليوم الحمد لله بفضل الله أولا ثم بفضل أبطالنا وقوات عملية بركان الغضب تابعة لحكومة الوفاق، تقدمت في عدة محاور، تم استهداف العدو بجميع في جميع المحاور هذا اليوم، والحمد لله تقدمات كبيرة لقواتنا قوات الوفاق، وتقهقر واضح للعدو والعصابات المتمرد خليفة حفتر. طيب ماذا عن محور صلاح الدين والخلاطات؟ هل شهد تطورات جديدة؟ نعم، استهدفت مدفعيتنا فلول العصابات الإجرامية تابعة للمتمرد في محور الخلاطات وصلاح الدين بالمدفعية الثقيلة وكبدتهم خسائر فادحة. وبالنسبة لمحور المطار تم السيطرة على الميدان الفروسية بإذن الله بفضل الله أولا ثم بفضل أبطالنا، تم السيطرة على الميدان الفروسية وتم السيطرة على كوبري الفروسية وطريق المطار بإذن الله بالكامل يعني تحت سيطرة قوات الوفاق. نعم، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس القائد الميداني عبد الله سباقة حول آخر تطورات الملف العسكري. قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إن دعم دول عربية كمصر والإمارات لميليشيات حفتر التي تقصف المدنيين في طرابلس ومدن أخرى يعد أكبر خرق لميثاق الجامعة العربية. ولفتت خارجية الوفاق إلى أنه لا يوجد تدخل لتغيير نظام الحكم في ليبيا أكبر من قصف العاصمة طرابلس من قبل طيران دول عربية لمساعدة ميليشيات خارجة عن القانون للاستيلاء على السلطة وقلب نظام الحكم. نجد أنفسنا ملزمين بتذكير الأمين العام لجامعة الدول العربية بنص المادة 8 من ميثاق الجامعة، والتي تنص على احترام الشؤون الداخلية للدول وعدم التدخل فيها. دعم دول عربية كمصر والإمارات لميليشيات حفتر التي تقصف المدنيين في طرابلس ومدن أخرى يعد أكبر خرق لميثاق الجامعة العربية. هذه كانت تصريحات خارجية الوفاق التي سمت الدول الداعمة للعدوان صراحة وبشكل لا لبس فيه. دوافع هذه التصريحات جاءت على خلفية مذكرة الأمانة العامة المتعلقة بالطلب المقدم لعقد اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين حول ليبيا، حيث عبرت خارجية ليبيا عن امتعاضها من تصريحات أمين الجامعة تلك التي فسرت معنى التدخل الخارجي وجعلته مقصورا على الأجنبي فقط، إذ تضمنت تفسيرا مغلوطا وهو تفسير مخالف لميثاقها. وقد أوضحها مندوب ليبيا بالجامعة حيث قالها صراحة: نحن نعلم حقيقة أن موقف الجامعة الحالي هو نتيجة لتدخلات وضغوط دول داعمة للعدوان لم تعد الدرس ولم تفهم بعد أن مصالحها المشتركة مع ليبيا ستحقق فقط بدعم دولة ديمقراطية تحكمها سلطة مدنية منتخبة، لا بدعم الحلول العسكرية للاستيلاء على السلطة والتي لا يأتي معها إلا الدمار والخراب وعدم الاستقرار للمنطقة العربية برمتها. وفي بيان الخارجية الذي ذكر مصر والإمارات ما يغني عن التبيان والتوضيح. ولعل استفهام الدبلوماسية الليبية هل يوجد تدخل لتغيير نظام الحكم في ليبيا أكبر من قصف طيران دول عربية على العاصمة طرابلس لمساعدة ميليشيات خارجة عن القانون للاستيلاء على السلطة وقلب نظام الحكم، سؤال لن تجد له مجيبا من محور العدوان العربي
الداعم للديكتاتوريات وحكم الجنرالات المستبدين. في سياق متصل أكد وزير الخارجية الجزائرية صبري بوغادوم أن بلاده ستقوم في الأيام القليلة القادمة بالعديد من المبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة في ليبيا. نعم رافع، وأضاف بوغادوم في تصريحات صحفية على هامش إرسال قافلة مساعدات إنسانية إلى ليبيا، أضاف أن الجزائر لا تقبل بوجود أي قوة أجنبية مهما كانت حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. وقال وزير الخارجية الجزائرية إن لغة المدفعية ليست هي الحل، وإنما الحل يكمن في التشاور بين كافة الأطراف الليبية وبمساعدة جميع الجيران وبالأخص الجزائر على حد تعبيره. ليس لغة المدفعية هي الحل، نقول أن لغة الحوار التشاور ما بين الليبيين أولا الليبيين وبمساعدة جميع الجيران وبالأخص الجزائر، وسوف إن شاء الله في الأيام القادمة القليلة ستنظرون أن الجزائر ستقوم بالعديد من المبادرات في اتجاه ليبيا في اتجاه الحل السلمي ما بين الليبيين. سياسيا أيضا تعهدت دولة تونس في بيان لها بأنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن ليبيا والمساهمة الفاعلة في البحث عن حلول سلمية للأزمة. جاء ذلك خلال تنصيب دولة تونس عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة 2020 و2021. وأكدت تونس في بيانها أنها ستتخذ جملة من الأولويات والخيارات الاستراتيجية في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن لدعم موقف موحد بشأن ليبيا والقضية الفلسطينية. رحبت البعثة الأممية في ليبيا بمبادرة السلام الوطني التي أعلنها ناشطون في بنغازي والداعية لوقف التصعيد وإنهاء الأعمال القتالية وإحلال السلام بليبيا. وقالت البعثة في بيان لها الخميس إنه ينبغي دعم وتشجيع هذه المبادرات وغيرها من النداءات السابقة المماثلة والتي أطلقها عدد من البرلمانيين وغيرهم من الجهات السياسية والاجتماعية والمدنية في كل ليبيا لتشجيع العودة إلى الحل السياسي وفق البيان. إلى خبر آخر، حيث ناقشت المؤسسة الليبية للاستثمار آلية البدء في مشروع التحول لتنظيم البيت الداخلي للمؤسسة وتطوير أدائها أسوة بالصناديق السيادية العالمية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الأربعاء رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود بحضور مديري الإدارات وعدد من المستشارين. ووفقا للمؤسسة فإن مشروع التحول يعد من ضمن استراتيجياتها لتحسين وتطوير أدائها، خاصة بعد توقيعها على عقد المشروع مع شركة أوليفر وايمن وهي من أكبر 4 شركات عالمية في المجال الاستشاري. بحث عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عماري زايد لائحة الإيرادات المالية لوحدات الإدارة المحلية التي تحدد آلية جباية إيرادات البلديات بالتعاون مع وزارة المالية. جاء ذلك خلال لقائه الأربعاء مع وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر بديوان رئاسة الوزراء لمتابعة عمل الوزارة في ظل اختصاصاتها ومناقشة إغفال العام المالي في الوزارة والبلديات. إلى خبر آخر، حيث قال وزير وزارة التعليم وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق عادل جمعة إن الشؤون المالية بالوزارة ستشرع في توزيع سكوك الميزانية التشغيلية لكل مؤسسة تعليمية بدءا من الأسبوع القادم. ووفقا لبيان الوزارة على فيسبوك فإن الأربعاء تم الاتفاق على آلية التوزيع، حيث يستلم مندوب مراقبة التعليم السكوك الخاصة بالمدارس التابعة ليوزعها عليها. وأكد جمعة أن هذه الميزانية ستساعد مديري المدارس في معالجة الكثير من الصعوبات التي تواجههم في تسيير أعمالهم، وكان من المقرر صرفها مع بداية العام الدراسي. أفادت جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك موسيجات بأن أنقرة تسعى إلى رفع صادراتها إلى ليبيا بأكثر من 571% لتصل إلى 10 مليارات دولار.
وأوضح ممثل الجمعية لدى ليبيا مرتضى كرنفيل أن ذلك يندرج ضمن اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية المبرمة مؤخرا بين ليبيا وتركيا، مشيرا إلى أن الصادرات التركية التي إلى ليبيا ستشمل الملابس والأثاث والمواد الغذائية وقطع غيار السيارات ومستلزمات البناء وغيرها من القطاعات الأخرى. وتوقع ممثل جمعية رجال الأعمال المستقلين الأتراك أن ترتفع نسبتها إلى 50% لتصل إلى 3 مليارات دولار خلال العام الجاري، مع إمكانية رفع قيمتها إلى مستوى 10 مليارات دولار دون تحديد موعد لذلك وفق قوله. إلى خبر آخر، حيث أكد اجتماع بلديات الزاوية ومؤسسة النفط والأجهزة الأمنية بالبلدية الأربعاء ضرورة رفع الكفاءة المهنية في مجال السلامة والأمن داخل المجمع النفطي ورفع الاستعداد لحالة الطوارئ. وبحث الاجتماع الذي دعت إليه بلدية الزاوية المركز الآثار المترتبة عن القصف الجوي الذي استهدف ميناء الزاوية النفطي قبل أيام دون حدوث أضرار بشرية، بالإضافة للوقوف على الاحتياجات اللازمة في حال حدوث حريق أو انفجار. وحضر الاجتماع رؤساء لجان الطوارئ بمؤسسة النفط وشركات الزاوية لتكرير النفط والغاز وأكاكوس للعمليات النفطية وحرس المنشآت النفطية الغربية وفرع الهلال الأحمر الزاوية. طبعا عقدنا اجتماع اليوم داخل المجمع النفطي مدينة الزاوية. هذا المجمع طبعا يقع داخل مدينة الزاوية على مساحة 250 هكتار ويعتبر من مخطط المدينة. اجتمعنا اليوم رفع الكفاءة الأمنية ورفع الكفاءة الإنتاجية كذلك لهذا المجمع. في حالة حدوث قصف على مصفات الزاوية طبعا حنقوم بتأمين المداخل والمخارج متاع المجمع الصناعي، ونحاول أن نقوم بعملية إخلاء بطريقة سلسة ووصول أفراد الهلال الأحمر والإطفاء اللي هي هيئة السلامة لإطفاء الحريق، وإن شاء الله ربي ما يوصلنا لهالنقطة هذه بإذن الله. احنا يعني شركة البريق الوقود متوفر لدينا والغاز متوفر، ما عندناش أي إشكالية في تزويد أي منطقة وأي محطة تبي تتزود بالوقود عن طريق شركات التوزيع الأربع. شركات التوزيع هي المناطة بعملية التوزيع للمناطق الجبلية والغربية، هي المسؤولة عن الكميات التي تصرف من شركة بريغا. أقامت جمعية الهلال الأحمر يفرن بازارا خيريا يهدف لمساعدة الأيتام وأبناء الأسر النازحة بالمدينة. وأقيم البازار في مبنى متحف يفرن ويستمر على مدار 3 أيام بالتعاون مع جمعية الهناء لرعاية الأيتام، ويهدف في المقام الأول إلى توفير الملابس والأحذية للأطفال من مختلف الفئات العمرية وبشكل مجاني. كما شهد البازار زيارة خاصة لرئيس وأعضاء لجنة الأزمة، وذلك لمتابعة الجهود التي يقوم بها فرع الهلال الأحمر بيفرن في التخفيف من أعباء ومعاناة الأسر النازحة بالمدينة. دايرين بازار خيري عبارة عن ملابس وأحذية، عندنا المعطف الشتوي، عندنا ملابس أخرى، ملابس داخلية، طبعا مستهدفين بها الأيتام بالدرجة الأولى وأبناء الأسر النازحة الموجودة المستضيفينها داخل المنطقة. يعني احنا مستمرين في الأيام الجاية، وفي أي أسرة أيتام أو محتاجة في الأيام الجاية إن شاء الله يتفضلوا ويأخذوا احتياجاتهم من الملابس ومن الأحذية الموجودة إن شاء الله. إذن بهذا نصل المشاهدين إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوين التاسعة. البرلمان التركي يوافق بالأغلبية في جلسة طارئة على تفويض الجيش بإرسال قوات لليبيا عملا بمذكرة التفاهم المشترك بين البلدين. عملية بركان الغضب تعلن سيطرتها على مدرسة الفروسية ومقر رئاسة الأركان وتقدمها باتجاه منطقة جعافرة جنوب شرق غريان. وخارجية الوفاق تقول ردا على مواقف الجامعة العربية إن دعم دولتي مصر والإمارات لميليشيات حفتر يعد أكبر خرق لميثاق الجامعة.
ولمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت ليبيا الأحرار دوت تي في وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.